إذا بعد تفعيل أو بعد إنشاء الأقسام الافتراضية من خلال مسار والتي طرقها الأستاذ صادق، مشكورا. هل الصوت مسموع أستاذ صادق أولا؟ وبوضوح الصيغة. إذا بعد استقبال الأقسام عبر مسار إلى يعني واجهة أو منصة برنام تيمز، مثلا أنا لدي أمامي مجموعة من الفرق، هذه أقسام يعني التي أقوم بتدريسها. ندخل إلى أحد الأقسام، عند يعني تفعيل الأقسام لابد، فهناك رسالة تأتي في الأعلى، لابد من تفعيل هذا القسم حتى يصبح يعني القسم مفعلا افتراضيا. إذا هناك من الأسئلة من يعني يفعل في مسار ويأتي إلى برنامج تيمز، ولكن يترك هذه الخاصية الأخيرة، وبالتالي القسم لا يفعل، يبقى فهو موجود على منصة تيمز ولكن غير مفعل. إذا هنا تأتي رسالة يجب أن أفعل، أضغط عليها ويتم دخول التلاميذ إلى هذا القسم الافتراضي. إذا واجهة البرنامج صراحة 45 دقيقة، فهي سوف نحاول إعطاء الأهم ونترك الفرصة لربما أستاذ هرموش لكي يتمم في تيمز. تيمز فهو مليء ويعني برنامج دسم، ولكن في حدود الوقت المعطى لنا سوف نحاول نعطي الخصائص الأهم في برنامج تيمز كبداية. بالنسبة للبرنامج، طرق الاستعمال البرنامج أولا، ربما نتركها للورشة الأخرى أو إذا لزم الأمر. إذا من خلال كيف أستطيع الولوج إلى تيمز؟ هناك ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الذهاب إلى البراوزر ويعني الدخول إلى حساب أوفيس 365 ويعني الدخول إلى واجهة المستخدم، ومن ثم الدخول إلى تيمز. ربما هذه الأغلبية تمكن منها بحكم أن الأغلبية الآن بدأت تنجز الأقسام الافتراضية. الطريقة الثانية نجد هنا في الأسفل في واجهة البرنامج، يعني إذا كنت يجب أن أدخل ربما. سير سي محمد كمل. نعم، ممكن تعطيني لو بارتاج؟ إذا بالنسبة للتيمز، الجميل في يعني في منصة تيمز أو مسطحة تيمز، يعني أنك تعيش في قسم حقيقي وليس في قسم افتراضي. الجميل أنك يمكن في أن تقدم يعني لقاءات تزامنية آنية، أو أنك تقوم ب بلانيفي واحد لا رونكونت سانكروم مثلا المده ديال اليوم او يومين او ثلاثه ايام. الجميل فيها انك يعني حتى التلاميذ، ان يمكن تعطي التلاميذ لو دوفوار ويردوا لك لو دوفوار وتصحح لهم لو دوفوار ديالهم، يمكن انهم يبارطاجيو بيناتهم يعني لي كونيسونس اللي عندهم، او ممكن انهم يبارطاجيو المعلومات اللي كاينه، او يتعلم ديال باغ لي بير يعني التعلم التعاوني. يعني ان هذه منصه تيمز كتركز بزاف على لي كومبيتونس ديال القرن 21، وهي اصلا عاود باش الجامد فيها مزيانه بالنسبه للاساتذه، حتى انك يعني فاش كدير واحد لو كونتوني يعني كيبقى معاك دائما، غتبقى ديما غير كتبقى تجدد الاضافات. بالنسبه للمتعلمين يعني ممكن في اي لحظه يدخل ويلقى لو كونتوني موجود، وكما قلنا في هذا خصوصا في هذا الوقت هذا اللي حنا جايين لهاد المصطلحات بحال هادي. فعلا كاين اللي غايقول لي راه اشتغل بايدمودو، كاين اللي اشتغل بموديل، كاين اللي اشتغل يعني بالزوم بالفري كونفيرونس، ولكن ما كيجمعوش بحال التيمز. يعني التيمز كما قلنا مدرسه يقدر يحتاجها الاستاذ مع التلاميذ ديالو، يحتاجها الاساتذه بيناتهم يعني باش يديروا اجتماعات ولقاءات بيناتهم، يحتاجها مدير المؤسسه انه يدير لقاءات مع الاساتذه ديالو ويعني ويبارطاجي معهم كل ما هو جديد، يحتاجها المفتش، يحتاجها يعني الجمعيات، كيكون جمعيه رياضيه، جمعيه النجاح الى غير ذلك. يعني فهي منصه غنيه. هذه انا تحدثت فيما يتعلق بالمجال التعليمي. سوف ترون المفاجات ان شاء الله، اذا كانت الكونيكسيون معنا مزيان غتلقاو غادي نبينو لكم شي حاجه جديده. ما غاديش نمشيو الطريقه اللي كما كنشوفوا، يعني غنحاولوا نمروا بسرعه كيفاش انك يعني بلا ما كيفاش كري كونت، كيفاش ممكن انك تدخل معاك الاساتذه او تمدخلين بثلاثه ديال الطرق. غادي نناقشوا شويه في المنصه. كما قلت كما تطرقت
البيئة العملية اللي قمت بها، يعني أن الأستاذ دخل للتلاميذ ديالو بمسار، إذا هنايا عنده واحد لو جروب، مثلا أنا غادي ناخذ الجروب اللي غنشتغل عليه، هو فورماسيون تيمز، هذا واحد الجروب اللي كيتركوا فيه جميع المغاربة، جميع الأساتذة المغاربة اللي بغا يستافد من ما يتعلق بالتيم، وهذه دعوة للأساتذة اللي بغا ينخرط معنا. إذا لاحظوا معي، إذا هنايا بغيت كيفاش يمكن ليا ندخل للمتعلمين ديالي، يعني الطريقة باش ندخل للمتعلمين ديالي. إذا هنا كاينين جوج ديال الطرق، الطريقة المستاهلة والبسيطة اللي ممكن في هذا الظرف هذا اللي كنحتاجوها، لأن شحال ديال المدير، المدير هنا غادي يتعلق بالمدير باش يساعد الأستاذ، أنه غيدير التلميذ، يعني غيعطيه لونون ديتيليزاتور ديالو مع تعليم تعليم أروبا تعليم فوما، ويعطيه لو مودو باس، ولتحت غيعطيه واحد لوليان، هذاك لوليان اللي غيسهل على المتعلم انه غير غيدخلو مباشرة، غيقول له غيدخلو تيمز، يعني غيقول له اعطيني نون ديتيليزاتور ولو مودو باس، وغيدخل مباشرة المجموعة. اذا كيفاش غنديرو؟ غادي نمشيو لهاد ثلاثة النقط اللي كتلاحظوا معايا، وغادي نضغط هنايا اوبتونير اليان فيغ ليكيب. اذا باش غادي نضغط على اوبتونير اليان فيغ ليكيب، شنو يعطيني؟ غادي يعطيني هاد لوليان هذا. اذا شنو غندير انا؟ غندير له كوبي، غادي نمشي مثلا للوورد وغندير له كوليك، ولكن الى لاحظتوا لاحظوا كيفاش غندير له كوبي هنايا، غتلقاوه كبير بزاف. اذا شنو خاصو يدير مثلا الاستاذ؟ يمشي لدوك المواقع اللي كيختصروا المواقع، مثلا بحال bit.ly.com، يدير bit.ly.com ويدير هذا، وغادي يعطيه واحد يعني الرابط مختصر، يعني غيكون صغير، اللي غيكتبوا التلميذ. ومثلا هنا العمليه، اما المدير اذا كان عنده نيميرو التليفون ديال الاباء ممكن يصيفط لهم في ميساج. اذا هذه هي اسهل طريقه كما قلت، غادي يدخل المجموعه اللي خلق اللي كريا ديال تيمز، غادي يضغط على هاد ثلاثه النقاط، غادي يمشي اوبتونير اليان فيغ ليكيب، هاد لوليان هذا غادي كوبييه، وغادي يديه للوورد ويكوليه، ويمشي للموقع ديال بيتلي، وغادي يختصر هذا الموقع ويصيفطو. الطريقة الثانية، مثلا أنا بغيت التلاميذ عندي، أنا مثلا شي تلميذ ما دخلوش مسار وبغيت نزيدو، أولا أنا عندي القسم ديالي وبغيت ندخل تلاميذ واخا ماشي من القسم ديالي، مثلا شي تلاميذ جاوا أستاذ راه بغينا نستافدو حتى حنايا وكذا، وكتعجبنا الشرح ديالك وهذا، وبغيت نزيدهم. إذا الطريقة باش غادي نزيدهم، إذا شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهنايا لهاد ثلاثة النقط، وغادي ندير جيري ليكيب، ولا ندير أجوتي أن مومبر. اذا غادي نمشيو للطريقتين بجوج، اذا غندير جي غير ليكيب. اذا لاحظوا معايا، غادي تعطيني هنا اجوتي ان مومبر، باش تشوفوا بعدا فاش كندير كيب، عندي هنايا جوج ديال اللي كاين انا وسي سليم، ممكن ان يديروا استاذ العربيه والاستاذ الفرنسيه، يديروا قسم واحد هنايا لي انهم شاد معنا، العدد هو 133. إذا أنا بغيت نزيد شي واحد، غادي ندير أجوتي أن مومبر. إذا واش أنا بغيت ندخلو كإتيديون كتلميذ، أولا بغيت ندخلو كأستاذ؟ أنا مثلا غندخلو كتلميذ، مثلا غادي ندير نختار سي صدقي، يمكن غادي ندخلك معايا سي لاراباس باش هو هذاك عطاها ليا. إذا غادي نضغط عليها وغندير أجوتي. إذا لاحظتوا معايا بأن هنا صافي، إذا درت فيرمي غادي يدخل معايا، إذا دخلته ككم يعني تلميذ. إذا بغيت ندخله ككم أونسينيو، غادي نفس الطريقة غادي ندير، غادي ندخل الاسم ديالو، وغادي يعطي ليا، وغتكون نفس العملية اللي قمت بها هنايا. إذا غادي ندير فيرمي، وغتلقى 33 غادي يولي 134، غادي نشوف واش دخل ولا ما دخلش. غادي ندير هنا في الروشيرش، وندير لاراباس، ها هو لاحظتوا أنه دخل، إذا ها هو عندي في القسم. مثلا نعطيكم مثال، عندي واحد هنا من لي مومبر انفيتي درت خطا، عود لاراباس هذا عود ما ندخلو استاذ دخلته تلميذ، يعني كيفاش غادي نردو باش يولي عندي استاذ؟ واش غنمسحو نعاود نردو؟ لا، كنجي لهنايا لهذا الجنب هذا، عندي مومبر، اذا اذا ضغطت على هذا السهم هذا غادي يعطيني واش نردو بروبريتير انا كاستاذ، ولا نخليه مومبر كمستفيد كتلميذ. انا عندي الاختيارات هنا، بغيت نمسحو ندير له سوبريمي، غنضغط هنايا وغندير له سوبريمي. اذا هذه الطريقه الاولى. الحاجه الجميله هنايا، نعطيكم مثال، بغيت نشوف مثلا التلاميذ ديالي،
واش تفاعلوا واش كيتفاعلوا ولا ما كيتفاعلوش، اذا نشوف الاحصائيات شنو كاينه. اذا فين غادي نجي نفس الطريقه ندير جيري ليكيب وغادي نمشي لهنايا اناليز. لاحظوا معايا عليها واش عندي 136 اتيليزاتور، عندي 160 ميساج، 8 ديال لي زابيو، 27.36 ميجا ديال لي فيشي لي بارطاجيا. اذا هنايا كيعطيني 102 اتيليزاتور لي اكتيف لي مشتغلين، 34 ان اكتيف داخلين مع القسم بلا فايده. عندنا 135 بروبريتير بليس مومبر، وعندنا واحد انفيتي، يعني هذا انفيتي كيدير بزاف ديال الحوايج يقدر ما يديرهمش غير يحضر. هنا كنشوفوا الاحصائيات، النهار اللي كان مثلا 24 كانت اتيزاتور زيرو اكتيف، نهار 20 42، وانت تشوف مثلا نهار 20 مارس كانت 55، نهار 31 مارس كانت 47، وتشوف عاود هنا الاحصائيات. اذا هنا كيعطيك الاحصائيات. كنتمناو حتى هنا يكون يديروا واحد يعني تطور هذا البرنامج ويعطينا شكل اللي متفاعل، يعني الكلام اللي كيتفاعل بزاف. الطريقه الثانيه كما قلنا مثلا اللي غنزيد بها مومبر، اذا قلنا الاولى كنديروا جيري ليكيب، الطريقه الثانيه كنديروا اشي مومبر، اذا غنزيد على اشي مومبر نفس الطريقه. اذا اما واش غنزيد اتيديون ولا غنزيد اونسينيون، اذا كان عندي اتيديون نفس الطريقه غادي ندير الاسم ديالو والبرنامج بالدابا حاليا حتى هوت ميل. واحد الوقت ما كانش كيقبل في المغرب، واحد الوقت ولا كيقبل، واحد اليومين توقف، الان دابا رجع ممكن تدخل حتى بهوت ميل ولكني ولا بجيميل ولا باوتلوك ولا ولا بلاو ولا كيقولكم انفيتي. يعني مثلا انفيتي شنو كيوقع؟ شي لابوس انكور، يعني ما يقدرش يبارطاج ليكم، كونفرساسيون ولكني ما يمكنلوش يبارطاجي ليكم. اذا هادو طريقتين باش كندخل لي مومبر سواء استاذ او متعلم. عندي طريقه اخرى هي انني مثلا انا بغيت نكري واحد ليكيب، عندنا مثلا المدرسه ديالي انا والمدرسه ديال سي لاباس، بغيت ندير واحد المسابقه بيناتنا. اذا هذيك المسابقه اللي غنديرو بيناتنا حنا خاصنا شنو غادي نديرو؟ نصيفطو واحد غادي نكري واحد ليكيب، نصيفطو لهم واحد الكود، هذاك الكود هو اللي غادي يدخلوا به. ولكن كيفاش غادي يعني اني غنكري واحد لو جروب مثلا هنا فاش كيلغوا كيفاش غادي يدير هذا المتعلم يدخل؟ اذا غادي يدخل يدخل وغادي يمشي يدير وكري ان ايكيب، غادي يدخل عليها وما يديرش كري ان ايكيب، غادي يدير غوجواند ان ايكيب الي دان كود وغادي يدخل ذاك لو كود. شوفوا غادي يدخل ذاك الكود غادي يدخل، هاد الطريقة غادي نشوفوها. إذا كيفاش غادي يدير؟ هاد المتعلم كيفاش غادي يدير؟ أنا مثلا بغيت ندخلو لهاد ليكيب ديالنا دي فورماسيون تيمز. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهاد ثلاثة النقط، غادي نضغط أو لا، عندنا الطريقة الأولى إما نمشي لهاد ثلاثة النقط أو لا نمشي لفوق فاش كاينة فورماسيون جي الآخر وغادي ندير هنايا جو تو سيتينغ، غادي نمشي لهنا غادي ندير جي ليكيب، غادي نمشي للبارامتر. لاحظوا معايا انا بغيت نبدل هاد ليكون، هاد ليكون اللي انا عجبنيش، بغيت ندير شي واحد ديالي اللي غير تميد غير عفوا يكون خاص. اذا اما غادي نضغط على هاد القلب الرصاص اولا غنمشي للتام دو ليكيب وغنضغط هنا نضيفي لو تام، نضغط عليها غادي يعطيني هنا واحد المجموعه نختار منها اللي بغيت، اولا انا عندي في البيسي ديالي غندير شارجي وغادي نجبدها من البيسي ديالي. اذا انا ما غنديرهاش لان غتقدر تطلب لي عمليه. اذا مثلا اختاريت هذا وندير ميتر اجور وغادي تبدل مباشره. اذا هنا غادي نلقاو لو كود، غادي نمشي لكود ديكيب، لاحظوا معايا غادي يعطيني هذا لو كود، هذا هو اللي غادي نصيفط للتلامذ. مثلا غندير له انا كوبي، مثلا هذا لو كود هذا خدمت به هذا النهار هذا، خفت التلامذ ديالي يمشي ويبارطاجيو مع تلامذ اخرين برا ويدخلوا ليا. اذا شنو غندير له؟ غير غيساليو منه غندير له سوبريمي. مثلا عندي 20 تلميذ دخلت غير 18 وجوج ما دخلوش، واستاذ راه الكود راه نسينا ما دخلناش، ممكن انني شنو غندير؟ غندير ريانسياليزي لو كود وغيعطيني كود اخر. لاحظتوا هنا تبدل لو كود، اذا غادي نكوبي هذا لو كود. اذا فين غادي نديه؟ كما قلنا غادي نمشي هنايا غوجواند وكري ان ايكيب، غادي نضغط عليها، غادي نبريك
واش غنتني كيالي دانكور غادي ندير هاد لوكود هذا غندير لو كولي وغندير جواند ليكيب وغيدخل مباشره نحطو بيدخل مباشره للمجموعه. اذا هذا فيما يتعلق بالكيب. غادي قبل ما نعطي السي سليم لو بارطاج دي كون غادي ندوز انا لهنايا مثلا في هاد البوبليكاسيون. اذا هنايا اكتيفيتي يعني اخر ميساج كتوصلو به اخر شيء كتكتبو به. مثلا سي سليم الى صيفطي دابا ان دوفوار غادي يلقيه صيفط ليا شي ميساج غادي يلقاه هنايا. هنا لو كونفرساسيون الحوار ما بين التونسيات. مثلا انا بغيت ندير واحد لو جروب انا ولارا باس وسي سليم غير حنا ثلاثه بغينا نناقشو ما بغيناش واحد يدخل معنا نديرو فيه لا كونفرساسيون. اذا غادي نمشي كونفرساسيون وغادي كونتاكت نضغط عليها نضغط معايا هنايا لتحت كاين عندي هنايا كي ان جروب دو كونتاكت غنضغط عليها. شنو غندير؟ غنسمي ليكيب ديالي. مثلا حنا بغينا نديرو فورماتو اونسينيو مثلا ديال الاساتذه. اذا هذا ديال حنا غادي شنو مع الكونيكسيون. لاحظتوا ها هو هي فورماسيون اونسينيو. دابا غندخل الكونتاكت. اذا عندي ان كونتاكت جروب غادي ندير سليم اذا اختاري سليم اجوتي. نعتذر على المشكل ديال الكونيكسيون. سي محمد راه كاين واحد الديفاساج ما بين الصوره والصوت حاولت واخا انا غادي ايكيليبري ما بيناتهم جوج. نعم اذا نزيد واحد اخر مثلا كيما قلت غادي ندخل معنا لارا باس. اذا باس هو وغادي ندير اجوتي. اذا لاحظتوا بان دار عندنا هاد ليكيب ديال اللي درت هنا الى ضغطت هنايا فورماسيون اونسينيو غيكون غير بيناتنا حنا بثلاثه. اذا ممكن انني نعيط لهم في التليفون يعني نكون بيناتنا. ممكن انني نبارطاجي معاهم الشاشه ديالي. ممكن انني نضيف اعضاء اخرين نضغط على هذه اجوتي دي بيرسون ونضيف اعضاء اخرين يعني اللي بغيت نزيدو معنا في هذه المجموعه. هذه المجموعه خاصه غير بينا ما يكون حتى شي واحد يشوفها. بغيت نصيفط له ميساج ممكن نصيفط ميساج هنا نصيفط له ديفيشي بارطاجي معاهم ديفيشي بارطاجي معاهم ديفيشي. هذا فيما يتعلق بالكونفرساسيون. ليكيب هضرنا عليها كيفاش نكري ليكيب. دوفوار غادي يهضر على سي سالم كيفاش ندير اورغانيزي ولا نبلانيفي واحد لا غونكونت سانكرون ابل كيفاش انني نتكلم مع شي واحد. يعني مثلا بغيت نتحدث مع سي سليم وسي لارا باس ندير ابيل ونتحدث معهم ثلاثه. اذا غادي نرجع انا كما قلنا ليكيب وغادي هنا ما يتعلق هاد الثانيه هذيك. اذا باش نكتب ميساج عادي نكتب هنا بيان فوني مثلا وغيشوفها اي واحد. مثلا انا بغيت نكتب واحد الميساج غير سليم هذاك ما معني به حتى شي واحد معني به غير سليم. اذا شنو غندير؟ غندير اروباز غندير سليم تعطيني هذا وغنكتب له مثلا صافا. لاحظتوا هذا الميساج غيشوفه غير سليم يعني غيشوفه ولكن متعلق بسليم ما متعلقش بشي واحد اخر. النقطه الثانيه هي هاد اللي فيها هاد الفورما بحال هذا. مثلا بغيت نكتب واحد السوجي لا 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 دا ولا نكتب شي حاجه للبلان ديالي واحد النص يقراوه ويقراوه بيناتهم. مثلا هذا جميل فيه الاخر كاين واحد الخاصيه ولات جميله في مايكروسوفت جو في مثلا على بلاج غير نعطيكم بروش مثلا انا غير نعطي مثال وصافي. نكبر بحال وورد نكبر نصغر بلا ما ندير هذه العمليه هذه نفس الطريقه وندير اونفاي. مثلا بغيت ندير واحد الطريقه اخرى هي انني ندير واحد لانونس باش نعلم ان المتعلمين غنقول لهم نهار الخميس عندكم اختبار مراقبه ولا عندنا واحد لانكونتر. مثلا غنجي لهنا في هذه البلاصه اللي فيها نوفيل كونفرساسيون غنضغط عليها غنجي انونس غنضغط على انونس
غادي نقول لهم مثلا لقاء تزامني يوم الاثنين، لقاء تزامني يوم الاثنين. نجي لهنايا مثلا غنقول شنو بغينا نناقشوا، لقاء اليوم مثلا، ولا برنامج اللقاء، برنامج اللقاء. هنا غنكتب مثلا شنو هو البرنامج، انا مثلا غنكتب الله وصافي، نكتب شنو هو البرنامج. لاحظوا معايا هنايا الخلفيه واش غادي نخليها بهذا الزرق، بغيت نبدلها اللون نبدل اللون باش ما بغيت، بغيت ندير صوره الخلفيه، ندير صوره مثلا انا مصوب واحد البانيير وبغيت نحطها نيشان، يعني غندير هذيك البانيير وتكتب فوق منها التبعات. اذا غادي نجي لهذا الايماج وغندير شارجي ان ايماج ونختارها من البيرو ديالي. من بعد اذا واش بغيت هذا البلاصه هذه، بغيت لو مود انه يجاوب، يعني كل شيء يجاوب ويقول لي نعم من غنكون حاضر، ولا لا بغيت غير بو غير انا ولي موديراتور معايا هما اللي غيجاوبوا الاخرين ما يجاوبوش. بغيت هاد نبوبليها مثلا، انا عندي ثلاثه ديال الاقسام، عندي سادس واحد وسادس جوج وسادس ثلاثه، وبغيت نقول لهم كلكم راه غندير لكم هذا اللقاء هذا. اذا شنو غندير؟ فعوض ما نكتب لهذا المجموعه هذا القسم هذا ونمشي للقسم الثاني ونمشي للقسم الثالث، لا. اذا غنجي بوبلي دون لي كانو وكان سيليكتون لي كانو، شكون هما بوكوشهم، شكون هما اللي بغيت. مثلا بغيت هذا، بغيت مثلا هذا، الكوشي كاع لي كانو اللي بغيت انا. من بعد شنو غادي ندير؟ من بعد غادي نجي ندير لهنا اون باي. شوفوا لاحظتوا شنو غتبقى هنا انونس، ديما كتبقى هذه. بغيت هاد الانونس تبقى عندي، ولا مثلا هذه اللي كتبت هذه جبت فيها لاباج تبقى عندي احتفظت بها. مثلا هنايا واحد الاستاذ طرحوا لنا الاستاذ ما بغيتش نجاوب عليه دابا، ولكن فاش كيداروا الميساج كيكثر وكنبدا نقلب عليه باش نطلع ونزل بزاف عليا. اذا شنو غندير؟ غنجي ثلاثه ديال النقاط هادو غادي نضغط عليهم وغندير له اونغيجيستري سو ميساج. لاحظوا معايا غندير له اونغيجيستري سو ميساج. لاحظتوا شنو وقع ليا؟ ولا اونغيجيستري. اذا بغيت نشوفوا كيفاش غندير نشوفوا، غنمشي تصويره الصوره ديالي نضغط عليها وغادي ندير هنايا اونغيجيستري، غيعطيني كاع لي ميساج اللي درت لهم انا اونغيجيستري. اذا هذه بالنسبه لنا. نجيو لهنايا هنا جواندر، هنا بغيت نبارطاجي معكم واحد بي دي اف. اذا نضغط هنا، اما انا كنت دايرها في واحد الجروب وبغيت مثلا واحد الدوكيمون ديال بي دي اف درتو مع سادس واحد وبغيت نبارطاجي مع سادس جوج، غندخل غنمشي نجيبو من اللي كانوا، ولا من الوان درايف، ولا نجيبو من عندي من الحاسوب. مثلا نجي الحاسوب ديالي او الاورديناتور وشارجيه من الحاسوب ديالي. انا هنا الى هنا ممكن صيفط اوتو كول. هنا بغيت ندير لا رونكونت سانكرون. دابا انا مع السي سليم واحد مثلا واحد اربعه تلامذ، قال لي استاذ راه ما تبا معايا هما دابا كناقشوا في الشاط، قال لي استاذ الكمبيوتر ما فهمناش هذا الدرس، واش ممكن الله يجزيك بخير تعاودوا لنا وتصلحوا لنا وكذا والاخر. اذا ما غاديش نقول لهم بلاتي تمشي نبلاني في واحد واحد رونكونت وعاد نجيو نقول لكم، لا غنضغط عليها مباشره وغندير غادي الكاميرا وغندير. اما عندي اختيارات، اما نبلان في الا بغيت نبداو نديرو الكوب، اما كنبلاني في مدينه ولا من الكالندري بلاتي نشوفوها. اذا كنعطيه مثلا اسم عنوان، مثلا غندير دعم وغادي نضغط على روجواندغ وغادي ندخل مباشره في الون كونت. غادي نشوف اللي كاين معايا، ما ضروري غادي يكون معايا من هنا او نستدعيهم من هنايا. اذا ما كاينش حتى واحد، انا ما ضغطش معايا حتى واحد، ولا كنستدعيهم من هنايا وكيحضروا معايا حتى هنايا سي سليم. نضغط على هاد جوج ديال النقاط في دومون دو جواند، غادي عندو ابل اونكور وغادي يكون عندو هادي بلات ناقشوا هاد الاشياء هادي. اذا نوقف الاتصال دابا نرجع للكيب في الكونت. اذا بالنسبه عندي هذا تقريبا اليوتيوب ديال مايكروسوفت، عندها ستريم ويوتيوب، جوجل عندها يوتيوب. اذا حتى هو ممكن تضغطوا عليه وتجيبوا دي فيديو من ستريم. ضغطوا هنايا غادي يدينا اي حاجه ستريم وغيعطي لك مثلا تيمز. شوف واش لقاو عندهم هنا شي حاجه، اي كور عنده على تيمز. هنا ما كاينش تيمز، هذا شوف على حساب اللي عنده هو غيعطيك المواضيع اللي بغيتي.
هنايا خاصية ديال بولي التي هنا مثلا بغيت ندير سونداج مثلا دابا بغيت نقول لكم فوقاش نديروا لا رونكونت واش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ديال ممكن نضغط عليها غيعطيني هنايا هذه خاصية كنزيدوها هذه أبليكاسيون كنزيدوها هنايا ما كتكونش إذا هنا ضعف مشكل الكونيكسيون الله تظهر هذه جميلة زوينة هذه الخاصية هذه تزيدوها عليها اذا هنايا عندي كاين اختيارات كيسيو كاين اختيارات هنا واش ملتي في الشوا يعني غنقول لكم غنديروا لا رونكونت واش يوم الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع عندنا هنايا اوبن انا اللي غادي نركز على جوج اوبن اند دايت يعني مثلا نعطي الكلام غنقدر دابا نكتب لكم سؤال نقول لكم ما رايكم في منصه تيمز بعد مثلا بعد ما جربتوها مثلا نكتب هنايا كما قلت غنبرك على هذه غادي نجي أعطيني نقطة سؤال غادي نقول ما رأيكم في منصة تيمز إذا هنا غادي هذا هو السؤال غادي يعطيني هنايا الريزلتا واش الريزلتا حتى يسالي كلشي كاع الأجوبة عاد تبان الريزلتا ولا فوق ما شوف شوف حتى تبان الإجابة ديالو ولا ما يبانش كاع المشاهدين ما يبانوش يعني الكلام ما تبانش كاع الأجوبة هنا واش اوديون سيتينغ واش يدخل يعني خاصو ضروري يكتب السميه ديالو يدخل بالسميه ديالو ولا انونيم ما جاو خا ما يدير السميه ديالو انا كنفضل يكون بالسميه ديالو اذا غندير له بريفيو باش يبان اذا غندير له اونفاي اذا هذا هو السؤال ما رايكم في منصه تيمز اونفاي اذا غادي يوصل لهم هنا ما رايكم في تيمز وهنايا غادي تجاوب مثلا منصه جميله وغادي نصيب سيم ريبونس عطينا واحد شويه غيبان لي غيبان ريبونس وشكون اللي جاوب اذا الى جاوب شي اخر غادي يبان البوان ديالو هنا اذا لاحظتوا انا جاوبت هنا منصه جميله الى جاوب سي لا رابونس غتبان الجواب ديالو هاد البولي الثانيه هذه الطريقه انهم يجاوبوا تقدر تعطي للتلاميذ تقول له مثلا شي سؤال مثلا في التاريخ مثلا كنت كتقري في التاريخ ما هو سبب تدهور الدوله العربيه يجاوبوا تشوف اجابات وتشوفوا الاجابات كما قلت لكم ملي تنسى اني هذا بولي مثلا سنضيف لقاء مثلا غنديروا الثامنه ولا نديروا هنا مثلا التاسعه وغادي نبداو غادي نخليهم وندير بريفيو نحاول نسرع الى وغادي ندير هنايا اون فاليك اذا لاحظتوا هنايا اذا لاحظتوا هنايا غادي كيوصل ميساج بانني تصبيت غادي نجاوب غادي يعطيني لو فوت هنايا هنايا هاد ليكون ديال يوتيوب دابا نكتب شي فيديو من يوتيوب ممكن نضغط هنا ونكتب اسم يوتيوب نديرو مثلا 19 الى كتبتها غيعطي هنا مباشره ولا كورونا ولا هذا غيعطيك مجموعه من لي فيديو غديرهم هنا غادي يعطي هنا هنا هو كاين كوفيد 19 تختار الفيديو مثلا اللي بغيتي دير اذا النقطة الثانية اللي بغيت نطرق لها أنا مثلا عندي واحد الموقع ديالو أنا وبغيت نديرو مع التلام مثلا غادي نشوف واحد الموقع هنا عجبني وبغيت يبقى يشوفو ديما التلامذ وبقى يدخلو له أنت مثلا في تمارين في أي حاجة بغيتي ديرها مع المتعلمين ممكن يشوفوها إذا أنا كاين واحد الموقع اللي نخدم نتمنى غير الكونيكسيون تكون معنا ونعطيك السي سليم اعتذر سي سليم بديت الوقت اذا مثلا هذا انا اخذ لوليان ديالو غادي نرجع للشاشه غادي نمشي الاضافات جودي غادي نقلب على طلعتو معايا هنا سيت ويب غنضغط على هاد لابليكاسيون اذا ممكن تزيدو بزاف ديال لابليكاسيون نخليه سيت ويب مثلا وغادي ندير نضيع الوقت ونقولي داك الموقع اللي درت وغادي ندير اونجستري نتسنى هذا اخر سليم ونعطيك الكلمه اذا هنا غيعطينا غير الكونيكسيون دابا شويه نتا غيبقى يبان الكلام غيبان من الموقع اذا الا جربتو غيبان ان لاحظتو
والتلميذ غيبقى يخدم هنا في هذا الموقع، ما غيخرجش من تيمز، ديما غيبقى في تيمز وغيبقى يبانو ديما هنا. إذا هذا مثلا وهذا زوين يعني يشوفوا هنايا تلميذ أي حاجة ويرجع إلى بغا يرجع يشوف حاجة أخرين. إذا سي سليم نخلي لك دابا المسائل باش خذوا بارطاج. سي سليم، أولا واش الشاشة واضحين يعني ما كاينش فرق في الصوت والصورة؟ لا مزيان مزيان سي سليم. دونك بالنسبة للواجهة ديال ليكيب، وأنا اختاريت ايكيب بيلوت من بين يعني الأشياء المهمة جدا واللي صراحة هي اللي عاطية القوة لتيمز، بغض النظر على كل هذه يعني الأشياء أخرى. يبقى بالنسبة لي في شيء ربما أمره سهل ولكن سأركز لأن الوقت داهمنا، سأركز أنا على بلوك نوت دو كلاس. إذا بالنسبة لبلوك نوت دو كلاس، عندما أنشئ قسم افتراضي ف يعني نتمنى عندما أنشئ قسم افتراضي أوتوماتيكيا يعطي لكل فرد من القسم يعطيه يعني حقيبة كأننا في القسم، لكل شخص يعني يوجد معك في الإكيب يعطيه محفظة. أنا أتمنى أن يعني هنا مشكل ضغط الشبكة، وبالتالي فهذه الخاصية مهمة لعدة يعني اعتبارات. أولا أنت كأنك تقريبا وخاء يعني أنك عن بعد وإلا ولكنك فأنت تراقب عمل الفريق كليا. إذا الضغط أيضا أتمنى أن يمر بطبيعة الحال. دوفوار نوت هذه كلها أشياء مهمة، لكن من جهتي أنا أريد أن أركز في الوقت المتبقي. أتمنى أن يعني حالف أنا الحد من خلال هذه الواجهة. فهذه المسألة تنظم عمل الأستاذ لأنها ستسهل عليه الاشتغال. إذا لدي في إيكيب بيلوت لدي ثلاث تلاميذ، أنا اخترت هذه التلاميذ اعتباطيا، أصدقائي قصو محمد خوخي وأنا، دخلت بكونت جيميل يعني حتى تلاحظون الفرق. إذا من خلال المومبغ ديال هاد ليكيب لدي تلميذين تابعين للمجال تعليم بوا ام ا، وهذا يعني أضفت إيميلي بانفيتي، ويعني عند خلق أو عند إنجاز أو عند وضع إيكيب قسم افتراضي أوتوماتيكيا يعطيك الإمكانية وضع هذا الوان نوت. وهنا وان نوت خاص بالكلاس روم لأن في مسألة اختيار ليزيكيب يعطيك اختيارات الوان نوت. هناك وان نوت عادي خاص بالشركات والأعمال والبيزنس، وهناك وان نوت كلاس روم خاص بكل ما هو تربوي. عندما نختار إيكيب يعني كلاس فهي تعطيني هذه الإمكانية، وصراحة فإمكانات هذا البرنامج والنوت رهيبة. بحيث لاحظوا لدي ثلاث تلاميذ، وطبيعة الحال قاسو لن يرى محفظة خوخي وخوخي لن يرى محفظة المختار. الواجهة هي بسيطة جدا، لدي يعني بيبليوتيك دو كونتوني. بيبليوتيك دو كونتوني خاصة بعمل أستاذ. مثلا أنا اخترت يعني كأستاذ في الابتدائي يدرس الرياضيات والفرنسية، هادو دو سيكسيون ينتمون الى الكاتيجوري بيبليوتيك، يعني هذه كما نقول كلاس كبيره، وهادو كلاس الكلاس ابناء ديال هذا. اذا كيفيه اضافه تلاحظون كاينه سيكسيون اجوتي ان سيكسيون هنا، وشاك سيكسيون فيها دي باج، هذا كور رقم واحد هذا كور رقم جوج، وغادي الا بغيت نزيد راه غنزيد هنايا باج اجوتي باج نعطيها العنوان. كيفاش نزيد العنوان؟ ممكن من هنا مثلا كليكي هنا راه تنغير العنوان ديال لاباج. إذا تلاحظوا هذه النافذة المسدلة، ولا بغيت نزيد نكبر يعني الواجهة ديال الاشتغال بالوان نوت، تنجي لهاد الأيقونة ديفلوبي لونجلي، وتعطيني مساحة أكبر للاشتغال. إذا لدينا في هذه الواجهة أونسين، هذه بيبليوتيك دو كونتوني، هذه خاصة بالأستاذ، فهو يقوم بإنجاز الدروس كلها ويحطها هنا وينظمها. بطبيعة الحال ملي تندخلوا للواجهة كاين أكوي، انسيرسيون، ديسان، أفيشاج، إيد، أوديو إلى غير ذلك. إذا انسيرسيون يقدر يضيف جدول، يقدر يضيف اي دي غوسورس سوبليمونتير، فيشيي، ايماج، وايماج فيها اي انواع، يقدر يضيف دي ديسان اذا كان عنده لي طابلو يعني كولابوراتيف ولا انتيراكتيف، افيشاج، افيشي شنو بغا يدير، مثلا فولي نافيغاسيون، هنا ليكتور ايمي ريسيف ديال الترجمه. اعود الى الواجهه، اذا هذه خاصه بالاستاذ، الاستاذ ينظم عمله في البيبليوتيك دو كونتوني.
ومن خلال الدروس التلاميذ اوتوماتيكيا يعني لديهم حقيبه. وعندنا هنا اسباس دو كولابوراسيون، هذا الاسباس دو كولابوراسيون خاص بالتلاميذ، فمثلا الاستاذ يريد ان يضع موضوع حول مثلا الهجره، هو يقسم يعني يقسم التلاميذ حسب مجموعات ويعطي لكل مجموعه اسم. اذا مثلا اسباس دو كولابوراسيون هذا الاسباس او هذا المجال، فيمكن للتلاميذ الاطلاع على عمل بعضهم البعض، وبالتالي يكون يعني تكون فيه المراقبه شيئا ما مخففه، ويكون العمل تشاركي ويصلح جيدا للاعمال بالفرق. ثم هذا اونسينيون انيكمون، هذا ما غاديش تلقاو باغ ديفو، لان تنزيدوه من خلال اعدادات الون نوت. هذه خاصه مثلا اذا قمت باضافه استاذ معي في هذا القسم الافتراضي، وبالتالي يمكن ان اناقش معه يعني واتقاسم معه مجموعه من الوثائق والمعينات الى غير ذلك. وهنا كما تلاحظون هذه محافظ او لي نوت ديال التلامذ، حتى هما مقسمين بطبيعه الحال، مقسمين كلهم بنفس التقسيمه دوكيمون، يعني مثلا انا من خلال البيبليوتيك دو كونتوني نقدر نوضع دي دوكيمون، نقدر نعطيهم دي زيكزامان، نقدر نعطيهم دي ترافاي ا دوميسيل، ويقدروا لي نوت دو كور يهزوها هما من هادشي اللي عندي انا في ديال الاستاذ. وبيان سور ندير سوتيان، كيفاش نديروا لهاد العمليه؟ وهذه بيان سور هنا ما غاديش يسعنا الوقت، لان هذا البرنامج غير هاد الخاصيه ديال ون نوت خاصها دوره تكوينيه لوحدها، لانه فعلا هي الاضافه التي تستحق التركيز عليها، لانها بالفعل تقيس عمل الاستاذ. اما اضافه فريق الى غير ذلك، التعامل مع المنصه، فهناك فيديوهات تشرح ذلك، فيديوهات كثيره. ارجع للكونتوني، وهذا الشيء الجميل فيه هو مثلا تدخل الاستاذ، انا اليوم سادخل الى قصو واضع لي نوت، اشاهد ماذا اخذ، يمكن ان يعني ان اضيف صوتي يعني اوديو، لاحظوا، واسجل له يعني في مكان معين، اسجل له مثلا لاحظوا عملك او التمرين الذي انجزته تمرين جيد، فقط يجب عليك يعني تصحيح بعض الاخطاء، واضع اغيتي اوتوماتيكيا يذهب عندما يدخل القسم او التلميذ الى القسم الافتراضي، يلاحظ هذا الفيدباك بالصوت، وبالتالي تكون تغذيه راجعه بين الفينه والاخرى. كذلك يمكن مثلا انا وضعت درس الرياضيات، لاحظوا في هذه يعني هذه الدائره، ومثلا كيف ساشارك مع القسم، هذا ايضا يعني من خصائص الون نوت، وبالتالي فكما قلت يحتاج الى حصص اخرى. اذا هذه خاصه بالون نوت، وربما اذا دعت ضروره نخصص يعني دوره تكوينيه خاصه بالون نوت. ثم من خلال اعود الى الاقسام، الى القسم، واختار قسم بيلوت من دوفوار. اذا دوفوار شحال بقى لي سي لاراباس؟ هو سي شحال نقول لك؟ ثاني لي الوقت ياك؟ راك في اوربع دابا. عندي خمسة دقائق نشرح هذه الله يستر. صافي توكل على الله. 5 مينيت. دنا بالنسبه لدوفوار كيفيه انجاز يعني رائز، وصراحه دوفوار في العقليه يعني العربيه بصفه عامه لابد لها من تقييد، لان نحتاج الى اولا فهم هذه التقنيات. فدوفوار تتم عبر مرحلتين، سواء الدخول الى القسم واختيار دوفوار، او الذهاب الى الايقونه جانبه دوفوار واختيار القسم، يعني هذو مسالتين متعاكستين. هنا كريي لدينا ثلاث امكانيات، باغ اون افيكتاسيون، باغ ان كيستيونير، ولا ابارتيغ دان دوفوار. يعني مثلا انا الان لاحظوا هذا القسم انجزت له اختبارين، ويمكن الرجوع اليهما اذا اردت مثلا تغيير شيء معين. اذا ساضع افيكتاسيون بسرعه. افيكتاسيون يعني كاين لو تيتر اوبليغاتوار، دونك كويز، كاين l'instruction, vous voyez remplir, là, vous voyez faire le quiz, oui, non, à titre d'exemple, au stade de réalité,
وهما غادي يجاوبوا في ورقه، ممكن يجي اجوتي دي غوسورس، ممكن هذاك الفرد يعاود يكتبوا فيه بالنسبه للمواد الاخرى، ممكن ايضا يكتبوا يديروا صوره، ممكن ياخذوا موضوع الى غير ذلك. اجوتي دي غوسورس يعني اي غوسورس عندك في الجهاز. لي بوان نقدر نعطيه على دوفوار 20 اون اجوتي ان باريم. الباريم حتى هو ممكن فيه خصائص، نوفو باريم فيه خصائص متعدده بالنسبه للمواد اللي هي علميه، ربما لا نحتاج الى هذه التفصيلات في 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 الباريم. وبالنسبه للمواد الادبيه يمكن ان نفصل، نعطيه مثلا نسميه باريم الى غير. انا يعني نوريكم المثال الذي قمنا بانجازه لا ديسكريبسيون، ثم اكسيلون الى اجاب على الاسئله كامله، بون الى اجاب فقط على بعض الاسئله. اذا باش ما نطولش غادي باردون انيلي ونرجع باش نشوفوا المثال يعني في مكاني انيوري وي باردون انيوري وي. اذا لدينا هنا انجزتوا هذا الاشيونس سو فورم ديال النوتيفيكاسيون. اذا لاحظوا اعطاني هنايا مسيو قاسو اغومي يعني لو ترافاي ديالو بواحد الروتار، ولا دخلت هنا غنشوف يعني هذا هو يعني الفرد الذي انجزته، اجاب على الاسئله وينتظر انا. فهنا يجب ان اقوم باعطائه باريم يعني حسب توزيع النقاط. لاحظوا الباريم الذي تحدثوا عليه سابقا، انا من خلال اجوبه من خلال اجوبته ساختار بان الاجوبه كانت يعني تمت الاجابه على اغلب ست نقاط و تيرميني، ثم اضع له نقطه 15 نقطه او مثلا خلوها 15 نطلعوا فيه. اذا فيرمي واخا اعطاني غوتار، اذا لاحظوا اعطته 15 نقطه مباشره سوف تاتيه رساله تؤكد له بانه تم يعني تصحيح ورقته واختبار. اذا الطريقه الثانيه لكويز وطريقه جميله جدا ايضا بسرعه. هنا نستعمل فورمز، وكنا قد يعني انجزنا فورمز مسبقا ويعني انجزه وحصل. لاحظوا عندما مثلا اريد ان ارى عمل قاسو كفرد بالفورمز، قمنا بتهيئ فورمز. لاحظوا فيه اسئله، فيه اسئله متعدده الاجابات، فيه فيديو، ممكن ان اضيف فيديو الى غير ذلك، والنتيجه التي حصل عليها لانه يرسل مباشره الى التلميذ والتلميذ يجيب. النتيجه التي حصل عليها فهي 20 على 20. اذا من خلال يعني لافيشاج ديال ليتيديون فهو يرى على هذه الشكله الاجابه. اذا ربما هذا هو الوقت حتى نحترم الوقت ونحترم باقي الورشات. تيمز لم تكفيه يعني ساعتين او ثلاثه او يوم او يومين، فتيمز يحتاج الى الممارسه. ويعني مشكورين على هذه المبادره التي تعطينا الفرصه يعني او لا تعطي السيدات الاساتذه الفرصه للتعرف على هذه الامكانيات التي تسهل العمل. انا اقول لوتي سي با يعني لو بليز امبورطون، مي لامبورطون سي كيفاش يساعدني في الخدمه ديالي. كاين اللي خدام يعني بوسائل ربما اخرى، ولكن تيمز نراه قويا لانه يعطي مجموعه من الامكانيات. اذا هذا الذي سمح به الوقت، ونعتذر لان لن 45 دقيقه غير كافيه بتاتا، ولكن اللهم مش الا لعبه. تبارك الله عليك. اش بغيتي نزلها الثاني الله يهديك. واش ممكن نكون طماع وغادي ناخذ واحد 5 دقائق؟ صراحه علاش كاين واحد الطريقه نقدر غير نقولها الا كانت ما كانش اخا سيدي غادي تدازونا مع السي يوسف والفريد. خلينا عليه. لا شوف صافي يلا هاك البارطاج هاك البارطاج. انا غير خاصي اللي بغيت نقول نعطيك مثال علاش كنحتاجوا احنا بزاف. يعني مثلا تعطي المتعلم واحد النص وهو يقراه يعني كتكتبوا ويمشي هو يعني ثاني يقرا ويسمع له ويعاود يسمع له ويجبد منه شنو هما لي فيرب شنو هو السوجي شنو هو لي فيرب شنو هو مثلا لي زادجيكتيف لي زادفيرب. هذه اللي بغيت نكون اضافه
اذا كانت ما كانش ممكن ان نخلوها، انا كما قلت لك بغينا نخدم شي حاجه جديده، ماشي شي حاجه اللي غنكون شفناها كما قال السي سليم. غادي نقدر ندخل اليوتيوب نشوف كيفاش ندير يعني صحيح. سمح لي نشوف هو راه عطيتك البريزونطاسيون واخا نكون نعتذر بعدا اللي ديت الوقت ديالو، لان حنا كان وقعنا مشكل في البدايه كيمشي غادي نمشي لهذا الميساج اللي كتبت قبيله شوفي على بلاج بروش مثلا غادي ندير كلميت عطيت واحد النص كبير، انا درت غير هاد الجمله نص كبير وبغيتو يمشي يبقى يقراها ويعاود يسمعها ويسمعها بس يقراو حتى باللغه العربيه. انا باغي ندير بس كيف اللغه هنا كتكون باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، يعني تعطي الكلميت ديال التالت ولا واحد النص ويبقى يسمعو ويعاود يسمعو ويسمعها بلا ما تقراو انت. غادي نجيو الثلاث نقاط هادو غادي نكليك عليهم غادي نمشيو ليكتير اميرسي غادي نضغط على هذه اللي كتشوفوها نضغط عليها شو شنو يعطيني هذه خاصيه جميله بزاف في يعني في مايكروسوفت. كما قلنا نعتذر اخوان نعتذر بزاف، لاحظوا معايا اذا عندنا هذا النص هذا غادي نمشي غادي اذا هذا هو النص. ممكن ان نكبر الكتابه بالخط الا بغيت نكبر ندير لها غير هذاك ما كيهمنيش نبدل لك عليه هنا غادي يسمع كلمتي. اذا هنا ممكن يكتب النص وغيبقى يعاود التلميذ ويعاود 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 بغا هذا التلميذ هذا يعرف شنو هما شنو هو الفرق الا شنو غيدير غيمشي يكليك على هذه اوبسيون دو بلامات شنو غيدير غيكليك على هنايا غيعطيه لينو كاع لينو غيعطيهم له. لاحظتوا هنا عطانا بلاج بغيت نقلب على لي فيرب غادي يعطيه لي فيرب اذا كان كاع لي فيرب اللي في النص يبلوك هنايا غيعطيه لادجيكتيف يبلوك هنا لزاد فيرب ما كاينش لزاد فيرب يضغط هنايا يبقى يعطيه الفوق بغا مول الثالث غيدير لي سيلاب يضغط هنا غيبقى يعطيه لي سيلاب المول الثالث هادي بدا يتسملو كيفاش يدير يقرا يقرا النص. اذا هادي اللي بغيت بغا الترجمة هادي كانت باللغة الفرنسية بغا يترجمها لأي لغة يضغط هنا ودير اشبازي لا لونغ اللي بغا يترجمها هاد النص هذا. شكرا واسمح ونعتذر وشكرا سي لاباس على هاد الدعوة هادي ونحن جد سعداء للانتماء معكم وللاسف ما كاين بزاف ديال الامور اللي بغينا نقولوها ولكن لضيق الوقت وشكرا.